السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. الحقيقة أن المؤمن الصالح هو دوما يحرص على أن يبقى باتصال مع ربه، والذي وفقه الله تعالى لصيام رمضان إنما دليل على أن الله تعالى قبل منك الصيام. الله تعالى إذا قبل منك صيام رمضان سوف يوفقك لصيام 6 أيام شوال، هذه قاعدة ربانية. كل من قبل منه الله تعالى صيام رمضان كان يصوم بإتقان، كان يقوم الليل، كان يقرأ القرآن، كان يملأ وقته بالذكر، وكان يفعل هذا ابتغاء وجه الله لا رياء ولا سمعة وإنما من أجل الله تعالى، دليل أن الله قبل منه الصيام. فإذا قبل الله منك الصيام سوف يوفقك للصيام 6 أيام من شوال. فمعاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان، لأن الله عز وجل إذا تقبل من عبد عملا وفقه لعمل صالح بعده. وقد قال أهل العلم ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى. والعكس صحيح، من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة كان ذلك على رد الحسنة وعدم قبولها. كان ربما من يصوم رمضان ولكن مباشرة بعد الإفطار ربما تسول له نفسه العمل السيئات، أنه يذهب إلى الخمور، إلى الفساد، إلى 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 إلى, إلى السرقة، إلى أذية الناس. هذا علامة على أن الله لم يقبل منه صلاته ولا صيامه، لأن أثرها لم يكن إيجابيا في حياته. فمن وفقه الله تعالى للصيام 6 أيام من شوال تلك علامة على أن الله قبل منك صيام رمضان وأحبه منك ورضيه منك. كذلك أيها الأحباب الكرام، الإنسان حينما يصوم رمضان ثم يتبعه ب6 أيام من شوال، وعموما من يقوم بالفريضة ويتبعها بالنفلة، هذا علامة على أن الله يحبه، هو زيادة قرب من العبد إلى ربه وحرص على كسب رضاه ومحبته. فالله سبحانه وتعالى يقول ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فكلما زاد العبد في النوافل كلما زاد حب الله له، وزاد ربنا عز وجل يرفعه مقاما عليا. الصائمون في رمضان وقد أحسنوا وأتقنوا صيامهم، أكيد أن الله وعدنا بالأجر. ما هو الأجر؟ قال ربنا عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال للصائم فرحتان، فرحة يوم فطره وفرحة يوم لقاء ربه. والصائمون لرمضان يوفون أجورهم يوم الفطر، وهو يسمى يوم الجوائز. يوم الفطر يسمى يوم الجوائز، الله تعالى يوزع الجوائز لعباده المؤمنين، وعلامة ذلك أنك تجد فرحة في قلبك. اسألوا نفوسكم أيها الأحبة الكرام، هل شعرتم بفرح وسرور وطمأنينة وسكينة يوم الفطر؟ هل شعرتم بأنكم راضون عن أنفسكم؟ تلك علامة على أن الله تعالى أعطاكم الأجر، فهو يسمى يوم الأجر ويوم الجوائز. والمؤمنون كلما أعطاهم الله جائزة أو تقبل منهم كانوا يزيدون في العمل الصالح شكرا على أنه قد تقبل. هو في الأصل الله هو الذي وفق، هو الذي حبب إلينا الإيمان، هو الذي زينه في قلوبنا، هو الذي وفقنا للعمل الصالح، وبعد ذلك يجازينا بالجزاء الأوفر. أهل الله يقولون علينا أن نشكر الله تعالى على هاتين النعمتين، الشكر الأول التوفيق من عند الله، والشكر الثاني على الجائزة والأجر الذي أعطانا. وهذا كان من منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم،
كان كلما فعل عملا صالحا يزيد في العمل الصالح، حتى أنه كان يقوم الليل حتى تتورم قدمه. وكان يقال له: يا رسول الله، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لماذا كل هذا التعب؟ لماذا كل هذا الشقاء؟ صيام بالنهار وقيام بالليل، ألم يغفر لك الله تعالى ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أي نعم، ولكن أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فنحن أمرنا بأن نشكر الله تعالى في يوم الفطر وهذه الأيام الأولى دي شوال، أمرنا بأن نشكر الله على نعمة الصيام ديال رمضان. وأنواع الشكر كثيرة، لما قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فهذا شكر عظيم لله سبحانه وتعالى وخير كبير، نسأل الله تعالى أن تقبل منا. نريد أيها الأحباب الكرام أن نثير بعض الأسئلة والأجوبة التي لطالما يطرحها الكثير من أهل الإيمان واليقين، أنه هاد الأيام ديال شوال إلى عرفنا الفضل ديالها والأجر والثواب ديالها، ما أحكامها الفقهية؟ بعض الأحكام الفقهية التي تساعد الناس على حسن العبادة أنه يستحب البدء بها مباشرة بعد يوم العيد. يعني قد نبدأ بأيام العيد، ربما يوم ثاني عيد أو ثالث عيد أو رابع عيد، كل خير أننا يستحب أننا نبدأ بها بعد العيد مباشرة. لماذا؟ لأن هذا من باب المسارعة إلى الخيرات، ربنا أمر بالمسارعة إلى الخيرات فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نحن مأمورون بالمسارعة إلى الخيرات، وكثير ما يقول ربنا عز وجل هذه العبارات: سابقوا أو سارعوا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه كلها الإنسان يستحب أن يبدأ بها ولا يتراخى، لأن التراخي يقول بعد أسبوع أو بعد عشرة أيام ربما قد يتراخى ولا يؤديها. ما دمت ما زلت فيك حماس رمضان، عجل بها بعد العيد مباشرة. يتساءل بعض الناس: هل نؤديها دفعة واحدة متتابعة أم يجوز أن نقسمها؟ الجواب عند أهل العلم والشرع أنه يجوز تفريق صيام ست أيام من شوال، والتتابع هو مستحب لكن ليس واجب. من تابع أيام شوال كان أفضل، ولكن من قسمها وفرقها لظروفه الخاصة فالأمر مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الصيام ست أيام من شوال ولم يذكر تتابعا ولا تفريقا، وإنما قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. هنا لم يذكر أنها متتابعة أو متفرقة، بل تركها لحرية المكلفين، المهم أن تصومها داخل شوال. أحيانا قد يبدأ الإنسان الصيام ثم يتعب وينتظر الأسبوع الثاني أو الثالث فيخرج شوال دون أن يستطيع أن يتم هذه الأيام. هل هو آثم إذا صام مثلا ثلاث من شوال أو أربع من شوال أو خمس من شوال ولم يتمم ستا؟ هل هو آثم؟ لا، العلماء يقولون لا يلزم إتمام الست من شوال، فمن استطاع الإتمام فذلك أحسن، فيه أجر وثواب عظيم، ومن تعذر عليه فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. لكن الإنسان عليه أن لا يعجز ويحرص على أن يتم هذه الأيام. السؤال الذي يطرح غالبا عند النساء التي عندهن أعذار شرعية كالنساء التي أصحاب الحيض والحوامل والمرضعات والمرضى الذين يفطرون في رمضان، عندهم ديون رمضان ولم يقضوا بعد، هل يبدأوا بقضاء رمضان أولا ثم بعد ذلك يصوم شوال أم لا أم ماذا؟
الحكم الفقهي الأولى لمن عليه قضاء من رمضان أن يبدأ به، يبدأ بالصيام الأيام التي عليه في رمضان، هذا أبرأ لذمته لأن الفرض هو مقدم على النافلة. لكن في الغالب بعض الناس يقول ربما أنا متعب وعندي أيام طويلة في رمضان ولا أستطيع أن أجمع بين شوال وقضاء الديون، ماذا أفعل؟ العلماء عندهم قولان. القول الأول يقول لك فضيلة صيام ست من شوال لا تحصل إلا لمن قضى ما عليه من أيام رمضان التي أفطر فيها لعذر، نؤدي ما علينا من ديون أولا ثم نصوم النوافل. واستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. قالوا هذا يتحقق وصف الصيام رمضان لمن أكمل العدة، واللي باقي ما كملش العدة دياله، المرأة الحائض اللي بقى عندها 7 أيام أو 10 أيام أو 3 أيام، والمرأة الحامل اللي ربما عندها الشهر بالكامل، والمرأة المرضع أيضا ربما الشهر بالكامل، وبعض المرضى يقول لك لا حتى تكمل صيام رمضان أولا ثم تتبعه 6 من شوال. هذا الرأي هو رأي مرجوح. الرأي الراجح اللي ذكره الفقهاء وهو يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ويتميز باليسر ورفع الحرج، أن فضيلة الصيام 6 من شوال تحصل لمن صامها قبل قضاء ما عليه من أيام رمضان التي أفطرها لعذر، لأن من أفطر أياما من رمضان لعذر يصدق عليه أنه صام رمضان، فإذا صام 6 من شوال قبل القضاء حصل ما رتبه له النبي صلى الله عليه وسلم الأجر. فالفضيلة هي ليست موقوفة على الفراغ من القضاء قبل 6، لأن الله تعالى وسع في القضاء. الناس اللي عندهم ديون، النساء الحيض والنساء الحوامل والنساء المرضعات والمرضى والمسافرين وغيرهم، قال لهم الله عز وجل فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. فالتيسير هو الخاصية التي يمتاز بها رمضان وتمتاز بها كل شريعة الإسلام. فصيام 6 من شوال هي فضيلة تختص بشهر شوال وتفوت بفوته. أما بالنسبة للقضاء، ربي عز وجل قال لك السنة بكاملها، تقضي الأيام بالسنة بكاملة، عندك 10 أشهر أو 11 شهرا كلها تقضي فيها ما عليك من قضاء رمضان، فعدة من أيام أخرى. الذي نريد أن ننبه إليه أيها الأحباب الكرام أن الطاعات ليس لها موسم معين، ليس معنى هذا أنه إذا انقضى الموسم ديال رمضان عاد الإنسان إلى حالة من الحرية ولم يتبرأ من المعاصي، بالعكس المسلم عليه دوما يسير في الطاعة في كل أوقاته، فرمضان هو مقدمة للشحن ثم نبقى هكذا في العبادة والطاعة. شوال أيها الأحباب الكرام هو شهر مبارك وشهر كريم، وفيه صيام 6 شوال، وفيه أيضا واحد الخاصية جميلة جدا اعتدى عليها المسلمون منذ زمان، والمغاربة أيضا ما داموا متشبتين بسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون بها. فبالإضافة إلى سنة الصيام، عندنا واحد السنة أخرى طيبة مباركة تقع في شوال، ما هي؟ وهي أن الخطبة من أجل الزواج تتم في الغالب في شهر شوال، وعقد القران يتم في شهر شوال، وحتى أحيانا البناء والزواج كله يتم في شوال. هذا الشهر مبارك، لهذا نلاحظ بأن هذه الأيام غنلاحظوا بعد الأسبوع الأول من شوال الأسبوع الثاني مباشرة غنلاحظوا واحد الحركة دؤوبة جدا في مغربنا العزيز وفي الوطن العربي برمته، بل وفي العالم الإسلامي وعند الأسر الملتزمة، الأسر الأوساط المتدينة، تجدها بأنها تجعل الخطبة للزواج وعقد القران يتم في شوال، لأنه مبارك ولأن السنة النبوية أن تقوم هنا.
فقد جاء في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عندي عنده مني. يعني كتقول لهم بأن النبي الكريم لما تزوج أمنا عائشة تزوج بها في شوال، خطبها وكتب بها، عقد عليها في شوال وبنى بها في شوال، دخل بها في شوال، فكتسأل أي نساء رسول الله كان أحظى عنده مني. كانت محظوظة جدا وكانت محبوبة جدا، وتقول ومن الأسباب أنها تزوجت في شهر مبارك هو شهر شوال، حتى تقول أنه لما سئل من أحب الناس إليك يا رسول الله، قال عائشة، قالوا ومن الرجال، قال أبوها، فكان يحبها جدا، قالت لأنه بنى بي في شوال. ولهذا كانت أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها الفقيهة المحدثة كانت تستحب أن تدخل النساء في شوال، تقع الدخلة والخطبة والعقد القران والدخلة والبناء يقع في شوال. فنبارك لكل العرسان في هذا الشهر الفضيل شهر شوال، بعد الإتمام ديال 6 أيام من الصيام غتبدا إن شاء الله في مغربنا العزيز أعداد كبيرة جدا جدا من الخطبة والبناء وعقود القران. أسأل الله تعالى أن يديم على الجميع الأفراح، أن يديم على الجميع المسرات، أن يديم على الجميع الصحة والعافية وتمام الإيمان. أيها الأحباب الكرام، لن أطيل عليكم، أذكركم بأرقامنا الهاتفية لمن أراد أن يتواصل معنا. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. نبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.